الذي بتعرف اشياء من المؤمنين التابعة لكتائب انصار الشام، تصطد لرتل على طريق الجانودية بزرع الالغام بعيد عن اوز اللغم، بعيد عنه هو ليك وصار جنب اللغم. دروب 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 اثنين دروب الرقم. الله اكبر. دروب عمو الرقم اثنين الرقم واحد عن دروبه. لا والله ما رقم 11 لك يا اخي رقم 11. هلا بدي اسال واحد اثنين مطلع، وهلا بدي شد ونشد. ها ذنبه يسير اللي كان عم يشيلون عم يشيلون. ايه بدك بس في ايدك بس انت بس اتوكل على الله. كتيبة عائشة من المنية التابعة لكتائب انصار الشام، هذه هي كلاب بشار الأسد. بس ما شالون اللغم. شالون شالون. انا حدن ليه ما ضرب؟ انا حدن. فايدة بجربة فايدة بجربة. ليك العساكر ليك ليك جاي على اللغم العساكر واقفين جنب الغوم اسا. الله اكبر. كتيبة عائشة من وين التابع انصار الشام. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. كتيبة عائشة أم المؤمنين التابعة لكتائب أنصار الشام. الله أكبر والله الحمد. الله أكبر